أنا مظلوم، نورهان هي اللي خططت لكل حاجة. لا، هو اللي جهز كل حاجة وجابها وجاب البيت عندنا ونفذ الواقع كمان. دي بداية اعترافات ابن الجيران اللي عنده 14 سنة، عشيق فتاة بورسعيد، ونورهان خليل المتهمة بإنهاء حياة والدتها اللي كانت بتضحك وهي بتعترف بارتكابها الواقعة. لما تسمع اعترافات المتهمين قدام المحكمة هتتفاجئ إزاي البنت خططت ودبرت وتفاصيل حكوها لأول مرة في الفيديو ده. بعد قرار النيابة بإحالة الفتاة لمحكمة الجنايات وإحالة المتهم اللي سنه أقل من 15 سنة لمحكمة الطفل المختصة إعمالاً لنصوص مواد قانون القاصر علشان يتعاقبوا على ارتكابهم الواقعة دي، واعترافاتهم كمان أثبتت التحقيقات وجود تنسيق مسبق بين المتهمين من خلال المحادثات بينهم والفويسات ورسائل الواتساب، وده غير تمثيلهم للواقعة بمسرح الجريمة. ألو؟ أيوة يا حسين، أنا نورهان. بقولك إيه، ماما خدت مني التليفون من امبارح ومش عارفة أعمل إيه. بتقول هتقول لبابا على كل حاجة، لازم نشوف حل ونخلص عليها. اصبري، أنا هعلمها الأدب ومش هتلحق تعمل حاجة. أنا بكرة هقولك هنعمل إيه. يا حسين ركز معايا بقى، مفيش وقت. بقولك ماما نايمة ومش حاسة بحاجة، هسيب الباب مفتوح، تعالى وأنا جهزت كل حاجة. يلا بسرعة، أحمد مش هنا دلوقتي. تاني يوم نورهان كلمتني وقابلتني الساعة 8 الصبح وهي رايحة الكلية بتاعتها، ودخلت شقتنا وكانت أمي قاعدة وكنا قاعدين واتكلمنا. حسين، احنا لازم نخلص على أمي يوم أجازتها اللي هو يوم الاثنين اللي جاي. احنا ممكن نجيب لها سم ونحطه لها في الأكل. لا، الموضوع أبسط من كده، ممكن نخلص عليها فوطة، ما تقلقيش. بص يا حسين، أحمد أخويا رايح المحل البابا يجيب حاجات وهيقعد شوية وهيرجع متأخر، اتصرف بقى. أنا أعترف يا سيادة القاضي وهقول كل حاجة. علاقتي بنورهان بدأت من 3 شهور، إحنا جيران، وهي أكبر مني بكتير وجميلة وحلوة، وكان نفسي تحبني زي ما أنا بحبها، ومن هنا بدأت ألمح لها بحبي وإني أقدر أكون حبيبها. أيوة، هو ابن الجيران وكان دايما بتاع مشاكل والناس كلها بتخاف منه في المنطقة، عشان كده محدش كان يقدر يقرب منه، وكان بيطاردني طول الوقت وحاولت كتير إن أصده. الأول نورهان كانت رفضاني فعلا وشايفاني عيل صغير، لكن مع الوقت بدأت تحبني، خاصة ان كنت مصاحب اخوها وبنشوف بعض كتير. يمكن ما كانتش تتوقع ان يحصل بينا كل اللي حصل، لكن مع الوقت اتطورت علاقتنا وكبر حبنا مع بعض. انا كنت مخطوبة وامي تعبت كتير علشان تجهزني، وكنت هتجوز قريب، لكن للأسف في ساعة شيطان كنا مع بعض لوحدينا في البيت وحصل كل اللي حصل، وبقت مش آنسة، وده شجعنا نتمسك ببعض أكتر وحبنا يكبر. لا يا سيادة القاضي، في اليوم ده أنا كنت لوحدي في البيت وخبط عليا، قلت له مفيش حد، زق الباب ودخل وأنا حاولت أتهرب منه، جريت على الحمام استخبى منه، لكن كان هو أقوى مني ودخل علي الحمام واستفرد بيا وخلاني مش آنسة، ومن هنا بدأت العلاقة بيننا. يوم عن يوم بقينا نتقابل كتير، وده خلى أمها تلاحظ إن في حاجة بيننا وحاولت تمنعها إنها تقابلني، ولكن حبنا كان أقوى من أي حاجة. لحد ما قبل اللي حصل بيوم كنت أنا ونورهان مع بعض في البيت عندهم، وكنا في لحظة حلوة في أوضة النوم، وحصل اللي ما كانش يخطر على البال، وهي أن أمها تدخل وتشوفنا مع بعض. ماما كانت عارفة بعلاقتنا دي، وفي مرة جه البيت عندنا وكان حسين قاعد مع أخويا، اتخانقت معاه وطلبت منه يبعد عنه خالص. أنا كمان اتخطبت لواحد تاني علشان أرضي أمي، أحسسها أني بعدت عن ابن الجيران خالص. أمها اتصدمت لما شافتنا كده وعرفت العلاقة اللي بيننا، وأن نورهان ما بقتش آنسة، وقالت لي هحبسك ومش هسكت، البنت مخطوبة حرام عليك. يوم الواقعة لما والدتها رجعت من الشغل كانت تعبانة ودخلت عشان تنام، وهنا كانت الفرصة، لقيت نورهان ندهت لي من البيت وكنا متفقين هنعمل ايه. رحت عندهم البيت لقيت نورهان مخططة لكل حاجة، ولقيتها مجهزة المية السخنة، وبدأنا في إننا ننهي حياتها في الوقت اللي حاولت فيه هي تقاوم، وفي الآخر راحت. ماما الله يرحمها قالت لي حوشي عني، وقالت لي ارحميني يا بنتي، لكن حسين قال لي لازم نكمل اللي عملناه، فطلبت مني تقول الشهادة، لكن حسين قال لي يلا خلاص. بعد ما خلصنا على أم نورهان، نورهان خدت العصاية وسابتها في الدور الأول،
وطلعت تجري على المستشفى عشان تعمل فيلم إن مامتها مصابة وإن شخص مجهول هو اللي عمل كده. حطيت الخطة وكلمت بابا وقلت له أنا رايحة على المستشفى، في حد مجهول بلغني إن ماما اتصابت. وأنا أخدت معايا كل الأدلة وأداة الواقع في كيس وتخلصت منهم، بس للأسف نسيت وأنا نازل أخد التيشيرت بتاعي اللي قلعته على السرير. ولما رجعت تاني على العمارة لقيت أبوها جاي بيجري، سلمت عليه عادي. بعدها سمعنا صوت صريخ جامد فوق، فطلعت أنا وأختي وبنت عمي، وبعدها قالوا يلا تعالى نمشي عشان الحكومة هتيجي وإحنا ملناش دعوة. رحت راجع معهم البيت تاني، وبعد ساعة جات الحكومة أخدتني بعد ما شافوا التيشيرت بتاعي هناك. ودي كانت تفاصيل الواقعة اللي حصلت ساعتها، وده اللي قدرت لايف ستوري إنها تجمعه من تفاصيل الواقعة. ياريت تشاركونا برأيكم في التعليقات.